بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الدالين على الخير وفعله. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في حلقة جديدة من حلقات اتعرف على الوجه الآخر لنباتات الحشائش. يصنفها الإنسان تحت هذا المسمى أو مسمى نباتات غريبة عند نموها في المحاصيل الاقتصادية اللي بيزرعها، وبتتنافس مع المحصول على عوامل النمو سواء المية أو الغذاء أو المكان والضوء، وبتقلل من جودة أو كمية المحصول أو المنتج اللي هو بيزرعه. كل نبات قلنا ربنا خلقه الحكمة والفوائد كتيرة جدا، هنفضل لآخر يوم في عمرنا نتعلم ونعرف ونكتشف فوائدها. يلا بينا نبدأ، مش هطول عليكم، ونتعرف على نباتنا ده النهاردة. نبات القرم ده عبارة عن شجيرة متقزمة مفترشة غير منتظمة الشكل. النبات زي ما احنا شايفين كده لونه أخضر زيتوني دائم الخضرة، أوراقه دي عصارية اهي، لو احنا دوسنا عليها كده اهي مختزنة المية، شايفين شكلها اسطوانية، شكل الاسطوانة الممتلئة بالمية. مجرد ما بضغط عليها كده بتطلع العصارة من الأوراق. الأزهار زي ما احنا شايفينها كده لونها أصفر، وهو بيتبع جنس الزيجوفيليوم، والنوع ده زيجوفيليوم سيمبلكس اللي هو البسيط، لأن في منه أنواع كتيرة جدا بتتبع نفس العائلة، وبيسمى الروتريت والروترات والهرم، وفي منه أنواع كتير جدا بس بتختلف في شكل. في منه اللي زهرته لونها أبيض، وفي منه اللي زهرته لونها أصفر. شكل الورقة لو احنا شفناها برضو هنلاقي الأوراق متقابلة على الفرع، أهو الأوراق متقابلة، شايفين أهي كل ورقة مقابلة الورقة اللي جنبها. ثمرة النبات علبة بيضاوية الشكل، بيوصل قطرها أو حجمها لاتنين مليمتر، والأوراق عليها شعيرات دقيقة جدا. الموطن الأصلي للنبات ده هو الجزيرة العربية، وأودية الجزيرة في السعودية والخليج. بترعى فيه الإبل، لكن لو زاد عن حد الرعي بيسبب ليها إسهال وإجهاد. النبات ده ليه فوائد طبية كتير جدا، منها تقليل الإحساس بالعطش، علاج الروماتيزم، النقرس، علاج الربو والحساسية للجهاز التنفسي، علاج ارتفاع ضغط الدم، مضر للبول، طارد للديدان المعوية، بيقلل من معدل السكر بالدم. تعالوا كده نقلب النبات ونشوف جذر النبات والتفرعات اللي فيه الزاحفه دي او المفترشه على الارض. نبات مجرد ما بتلمسه كده بيحصل له تقصف، شايفين ازاي عصاري جدا. هندور كده على النبات ونحاول نقلعه، اهو بحاول اقلعه بيتقصف على طول، اهو مش بيتحمل حتى ان انا اكحت كده في الارض واشوف شكل الجذر. النبات كله طلع بسهولة من الأرض أهو، ده شكل النبات بعد ما طلعناه من الأرض. تذكر أحد التجارب أن منقوع هذا النبات لمدة 12 ساعة وشربه يؤدي إلى تحمل الإنسان إلى السفر على الأقدام مشيا لمدة أو لمسافة 10 كيلو متر دون الإحساس بالمجهود أو التعب. أحد التجارب اللي يأكد أو ينفي التجربة دي أهل الوديان في الصحراء أو أهل البادية اللي بيستخدموا النبات.
يمكن يعني او من السهل جدا ان احنا نستخدم النبات ده في تغطيه الحدائق الصحراويه، او لو احنا عملنا حدائق صخريه او صحراويه كده كنموذج في الحديقه ممكن نستخدم النبات ده، بيدينا ايحاء بالصحراء وبشكل النمو فيها، وكمان بينفع في ان هو يثبت الكثبان الرمليه. النبات بيتكاثر بالبذره وليه جذر وتدي متعمق وبينمو في الاراضي الرمليه والسلتيه وشديد التحمل للملوحه، شديد التحمل للملوحه، بيقبل عليه النحل بشكل كبير جدا، بيعمل تغذيه من الازهار اللي احنا شايفينها دي. النبات كنبات طبي ليه استخدامات كتيره جدا، اهمها ان احنا ممكن نعمل معجون من الاوراق دي ونستخدمه كلبخه لعلاج التورمات في الجسم. لكن انا بنصح ان اي حد يستخدم اي نبات بشكل طبي او ياخد معلومه طبيه عن اي نبات، سواء هيستخدم فيه الاوراق او الزيوت او مثلا المسحوق او المنقوع، ما يستخدمهوش الا باعتدال. دي نمره واحد. نمره اتنين، يستشير اخصائي متخصص في العلاج بالاعشاب زي الدكتور عبد الباسط السيد بالمركز القومي للبحوث، هو متخصص في الموضوع ده، يقدر يقول لنا الاثار الجانبيه للنبات وايه المعدل اللي احنا نستخدمه بيه ومين اللي يستخدمه ومين اللي ما يستخدمهوش. نمره ثلاثة، لو واحد مصاب بارتفاع في الضغط او انخفاض او بالسكر، المفروض ما يقبلش برضو على استخدام اي نبات الا بعد استشاره، لان دي امراض حساسه جدا ان احنا نستخدم منها النباتات، جايز تزيد او تنقص الضغط او السكر بشكل مفاجئ، وده طبعا اثاره السلبيه بتبقى كبيره قوي على المريض وبيعاني منها. فالمفروض ما نستخدمش اي نبات الا ما نبحثه كويس جدا وندور على الفوائد الطبيه ليه من متخصصين. بذور النبات بيستخدموها في علاج الامراض الروماتيزميه والنقرس والام المفاصل والعظام. كمان بتستخدم الاوراق كمدر للبول، يعالج الضغط الدم المرتفع، طارد للديدان المعوية، بيقلل من معدل السكر في الدم. مشاهدينا في باقة أفكار، أتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدت منه وتعرفتوا على نبات جديد ممكن تصادفوه ما تعرفوش اسمه، لكن النبات ده اسمه الروتريت، بيثبت الكثبان الرملية برضو شبه نبات الحندوق في تثبيت الكثبان الرملية، يعني ليه فوائد كتيرة جدا للمزارع. من النباتات اللي بيعشقها النحل، النبات بيتقصف بسهولة جدا لو أنا مسكته كده، بمسك أي فرع بلاقيه بيتقصف بسهولة الورق أهو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش باقة أفكار بلايك، شكرا لكم لحسن الاستماع والإنصات، سلام عليكم وإلى لقاء جديد. دكتورة رؤية.